عندنا مشكلة كبيرة في المرتجعات وده موضوع ما يضحكش، لازم ناخده بضحك. نسبة المرتجعات بقت غير عادية اصلا. عندي على شكل شحن الصبح هناخد مرتجعات اكتر من اللي احنا بعتينها اصلا يعني. فعشان نحل مشكلة المرتجعات وشركة الشحن اللي احنا معانا دي بقالنا فترة كبيرة معاها، فهو اكيد في حاجة قبل شركة الشحن، الاهتمام بالاوردر. فاحنا هنعمل كده زي جدية الحجز ديبوزيت الاوردرات اللي هي بتكون قيمتها صغيرة، يعني مثلا ده اوردر هتلاقيه صغير، اوردر زي ده هو ب 250 مثلا، فهو اللي بيكون طالبه وطالب من كذا حتة ومكنش مجمع، المندوب بيكلمه وبيكونش فاكر الاوردر او ساعات ما بيردش. فاحنا يعني عشان حل المشكلة زي دي بيكون في جدية حجز بديبوزيت للاوردرات الكبيرة. الاوردرات الصغيرة اللي ب 200 جنيه و 300 جنيه والحاجات الصغيرة دي هنكون بندفع قيمة الاوردر بالكامل، واي اوردر هيكون فيه مصاريف شحن كده كده تدفع مسبقا. الاوردرات الكبيرة خالص دي مش هينفع تتحرك الا لما يكون في ديبوزيت، لان هو بيكون في ناس بتيجي هنا هوت كان مثلا عايز الكرسي ده، هو كان خلصان اخر قطعة، انا باخد الاوردر انت طلبته مثلا مني النهارده الساعة 10 الصبح 12 الصبح، الشباب بيكلموك من الساعة 10 للساعة 5، مجرد ما اكدت مثلا معهم الساعة 1 ولا الساعة 2 القطعة دي موجودة في المخزن او موجودة هنا، احنا بناخدها بعد ما انت بتاكد من العرض او من المخزن وبنحركها لك قدر المستطاع في نفس اليوم. بتبدا تعد اصلا ايام الشحن، هي من 3 ل 5 ايام حسب المنطقة، وفي حاجات بتوصل تاني يوم على طول، بتعد ايام الشحن وهي في شركة الشحن بتتوزع. فاحنا يعني ايه بنجري عشان عارفين الحاجة دي حاجة سفر والناس بتسافر وبتبقى مستعجلة على الحاجة، فبنحاول نسرع من وتيرة الشغل. بالمناسبة ما عرفتكمش بنفسي يعني عشان الناس الجديدة ما تعرفناش، انا حاتم مؤسس شنطة رحالة، وانا ببدا بيها حاجة السفر ديت من 2016 بصفة شخصية. 2017 يعني بقى انا تقريبا 7 8 سنين من بيع حاجة سفر وتخييم، وطبعا مع نمو وانتشار الثقافة بيبدا يخش ناس جديدة، فالناس القديمة ما كانش فيه عليهم غبار خالص صراحة يعني، ولا على اي حد غبار، بس هو بيبقى حتة ان هو مش فاكر اصلا هو كان طالب ايه او ما بيردش على المندوب وحاجات زي كده. فانا اصلا بقى لنا 7 8 سنين ما كانش فيه مشاكل غير في الفترة ديت عشان الاي كوميرس انتشر طبعا وناس كتير بقت تطلب وحاجات زي كده. طبعا الناس الجديدة بيكون لسه داخل الهواية مش عارف قد ايه احنا بنتعب يعني عشان نسرع ان الاوردر يتحرك بسرعة، انا بحاول احاكي اللي على الارض يعني. والناس المستعجلة يعني في اوبشنز كتير، احنا الحمد لله ربنا كرمنا دلوقتي بقى اقول بسنة ونص اكتر عندنا ستور في مكرم عبيد، فانت لو مستعجل اتصل قول لي انا هاجي اخد منك الشنطه دي، اخد منك مش عارف ايه، فيبدا ايه ما انت تيجي يكون حاجه محجوزه لك. لو مستعجل تاني اوبشن انك ممكن تطلب اوبر، سكوتر، مرسول، اي ابلكيشنز من اللي هي بتاعت الدليفري يجي يستلم لك الحاجه، يتبعت لنا الفلوس عشان هم الابلكيشنز دي مش بتحصل غالبا، وتيجي تستلم الحاجه. ده كده معناه اتنين اوبشن، يا يعني تيجي بنفسك لو انت مستعجل او عايز تيجي تعاين او ايا كان يعني، وناس كتير بتعمل كده، او تبعت حد يجي يستلم. احنا في الاصل احنا بنبيع منتجات يعني، انا جاي ابيع لك ده مش جاي ابيع لك شحن، فمصاريف الشحن انا بقول لك ابعتها لي عربون، هي دي خدمه انت استلمت او ما استلمتش هي مدفوعه يعني، انا باجي اخر الشهر ادفع رقم محترم مرتجعات، فاهم قصدي؟ ف هيتعوض منين؟ ده خساره يعني، دي صافي خساره حتى. فكونوا ايه مستوعبين معايا الموضوع كبير مش صغير. وطبعا اللي خلاه يكبر كده ان في ناس بتبيع على النت منتجات غير متطابقه مع الحاجات اللي بتعرضها. انت لما تيجي هنا تطلب مننا اي منتج لو عايز صورته الواقعيه تعالى، ثم انا بقول لك في ستور يعني هشوف اللي انت عايزه يعني. في الاخر دي الاونلاين يعني بالنسبه لنا حاجه تكميليه، الناس اللي بره القاهره والناس اللي مش تقدر تجي لنا عشان نوصل حاجتنا لكل حته في مصر. الحمد لله بنوصل يعني اسكندريه ساعات بتوصل تاني يوم، محافظات كتير ساعات بتوصل تاني يوم، في القاهره الطبيعي انها بتوصل تاني يوم، بس في بعض الناس اللي هو لما وصلكش تاني يوم او اليوم اللي بعده بيبقى انت ما ظبطتش مع المندوب كويس يعني، لان انا بيظهر لي مثلا مين المندوب، اسمه محمد، رقم موبايله ايه، اتصل بيك امتى، كام ثانيه انت رديت ولا ما رديتش. فلما ارجع واكلمك واقول لك ما بتردش على المندوب تقول لي هو ما اتصلش، انا شايف كل حاجه. انا يعني حط نفسك يعني قدام الداشبورد شايف كل حاجه فعلا، وما ينفعش اقول لك لا انت ما اقول لك خلاص والله خليك اكلمك تاني. وكل المحاولات دي حتى البضاعه بتيجي بمواد التغليف دي بتتبهدل، دي تكلفه البضاعه نفسها بتتبهدل، تبقى في حاجات تنفع تتباع تاني وحاجات بتتهلك. لو حد كان عايز المنتج ده هو بسيط جدا او اي حاجه مهمه وهي كانت في شركه الشحن ومحدش استلمها، ما دي فرصه كان ممكن تتباع، او انت نفسك لو كنت عايزها وجيت قلت لك دي انت مع شركه الشحن مش معايا يعني، ما اخر قطعه انا طلعتها اصلا. فيعني تعاونوا معانا كده عشان نقدر نركز في ان احنا نجيب منتجات كويسه تنفع للرحلات والسفر، ويبقى حته الشحن دي حته يعني امرها منتهي.
فاهمين قصدي؟ خلاص احنا قلناه كده اهو. احنا لما الشباب بعد ما تعمل اوردر سواء على الويب سايت او في المودريشن على الصفحه، رسائل الصفحه، حد بيتصل عليك تاني يوم من ان انت عملت فيه الاوردر من الساعه 10 للساعه 5، يفضل ترد عليه على طول عشان ياكد معاك البيانات وانت طلبت ايه وايه المتاح وايه اللي ليه بديل او ايا كان، وهيقول لك ابعت ديبوزيت لو الاوردر كبير، ولو اوردر صغير مثلا في ناس تطلب حاجات ب 50 جنيه وما صرفش احنا 50 جنيه، هيقول لك ابعت ال 100 جنيه كلها على بعضها. ما هو يعني دي فعلا بتبقى محاوله تسليماته بيقعد كتير اول ما يتسلم، فتبعت الديبوزيت ده بياكد لنا الاوردر وخلينا نحركه فوريا بقى، اللي هو ثاني يوم على طول بنحركه، من يوم التاكيد احنا بنبدا نحرك الاوردر ما دام هو ايه متاح عندنا في المخزن مش لسه نشتريه او حاجه زي كده. والتوصيل بيكون من 3 ل 5 ايام وقبل كده، بس ده من كفر نفسنا وشركه الشحن بتكفر نفسها، بس الحقيقه ان هو بيوصل قبل كده. واحنا شغالين برده عشان الناس اللي بتتصل في ساعات وممكن الرد بيتاخر او كده، من الساعه 10 للساعه 5 بالنسبه للناس اللي بترد على التليفونات او حاجات زي كده اهوت، والناس اللي عن الكونفيرميشن كول يعني والمخزن. والمحل شغال 12:30 الساعه 10، ويوم الجمعه شغالين من الساعه 3 للساعه 10. وتنورونا حاجه كده من القلب، كان عايز تطلع بقى سنين بس يعني عشان حسن التجربة بس. يلا اشوفكم على خير بقى في ظروف احسن من كده. سلام.